تخطط الجزائر لطرح عطاءات عدة لمشاريع طاقة متجددة هذا العام، مع سعيها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتوفير الغاز من أجل التصدير. وتأمل الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في بناء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 22 ألف ميجاوات أو 27% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2030.